أمريكا تضرب حركة طالبان مجدداً، تطور يعكس بالتأكيد انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن بمناسبة عيد الفطر، لكن الانتكاسة الأهم هي لمشروع السلام في أفغانستان. ضربتان أمريكيتان طالتا مراكز الحركة في منطقتين مختلفتين، الأولى في ولاية قندهار جنوب شرقي أفغانستان، والأخرى قرب الحدود مع إيران جنوب غربي البلاد. الغارات الأمريكية تأتي عقب انتهاء وقف إطلاق النار بين المتمردين والقوات الأفغانية، ونفذت الخميس والجمعة بحسب المتحدث باسم الجيش الأمريكي سوني ليجيت. ليجيت أكد أنه يجب على كل الأطراف أن تخفف العنف للسماح بترسيخ عملية السلام. طالبان كانت أعلنت بشكل مفاجئ وقفا لإطلاق النار مع القوات الأفغانية بمناسبة عيد الفطر، انتهت مهلته في 26 من مايو الماضي، ومذ ذاك انخفض مستوى العنف بشكل عام في كافة أنحاء البلاد. التطور الميداني هذا يمثل انتكاسة للتقارب بين واشنطن وطالبان الذي رعته قطر عبر توقيع اتفاق تاريخي بينهما في فبراير الماضي ينص على انسحاب كافة القوات الأمريكية من البلاد مقابل ضمانات أمنية يقدمها المتمردون. العملية الأمريكية ربما تمثل انتكاسة أيضا لمبعوث واشنطن إلى أفغانستان زلماي خليلزاد، الذي أبدأ قبل أيام تفاؤله بشأن انطلاق محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان. تفاؤل أشار إليه المبعوث الأمريكي بالقول إن الرئيس دونالد ترامب قد يسرع جدول انسحاب قواته من أفغانستان إذا سارت الأمور على ما يرام. ماهر النبواني، العربية.